غدا، بعد طليقك مجدي الهواري ما اتجوز، هل انت كمان ممكن تتجوزي؟ مش عايزه افتكر التجربه دي. انا حسيت ان ده اخر يوم في عمري. هتجيب لي عريس ولا ايه؟ مين اللي قال لك؟ وهو ده اللي هيخليني هبقى حلوه. والله بص، هو طبعا انا اليوم ده كنت يعني معمول لي ميك اب كويس، كنت مهتمه يعني بشكلي، ومرسي ليها طبعا انها شايفه كده يعني. انا بس انا مش اكيد مش بالشكل اللي طلع ده، لانه ده برضو في الاخر ميك اب و مرسي. والله مش عارفه يعني، هو ما مش عارفه، هو ان الناس لما يعني يمكن لما بتحب حد بتشوفه حلو، هي اكيد بتحبني وانا بشكرها يعني. انا دايما بقول ان لا، بس لو انا يعني انا بشوف طبعا الفلوس هتخليني اشتري الكريمات واعمل كل الحاجات دي، بس هي مش يعني الفلوس مهمه يعني. احنا بناكل بالفلوس اللي هنتغذى عشان وشنا يبقى حلو، ده بالفلوس هنشتري حاجات بالفلوس، بس هي مش الفلوس اللي هتخلي واحد يبقى حلو. الراحه النفسيه ويعني انا بشوف الانسان يبقى راضي بكل حاجه ومبسوط وما يزعلش من اي حاجه ويبقى دايما في امل. انا النهارده لو ممكن مش كويسه بكره ممكن ابقى كويسه، فالراحه دي بتخليك تبقى الناس بتحسك مرتاح، فبتستريح لوجودك قدامهم. هو بص، انا بشوف طبعا غير الحاجات اللي هي بقى اهتمي احط كريمات وكده، ده اكيد ضروري يعني. مش هقول ان انا يعني عظيمه في الموضوع ده، بس مؤخرا كمان بنتي كبرت، وانا كفي اوقات بتيجي عليا بهتم ومش بهتم، بس بنتي شويه بدا اليومين دول عشان برجع تعبانه من التصوير، من ساعه ما خلصت حاله خاصه ودخلت المسلسل ده بتقعد قبل ما انام بقى تمسح لي وتحط لي كريمات وكده، فده اكيد بيفيد. بس يعني انا بشوف ان الاكل كمان بيفيد، النوم، انك تبقى مستريح مع نفسك ومستريح لكل حاجه حواليك وراضي بكل شيء حواليك. الراحه دي توصل الناس ان هي بتشوفك حلو انت عشان انت مرتاح مع نفسك. الله الله، انا والله مش عارفه اقول ايه يعني. يا رب يديم عليا النعمه دي، دي نعمه كبيره قوي قوي قوي، ويا رب فعلا اكون دايما عند حسن ظن الناس وابقى بعمل حاجات حلوه تخلي الناس فعلا لما تشوفها تحبني ويثقوا فيا، وهو ده اللي هيخليني هبقى حلوه. السعاده مين اللي قال لك؟ يعني جبت لنا معلومه، هل صح ولا غلط؟ مش هقول لك، خليها مفاجاه. انا بالنسبه لي اصعب مقلب اتعمل معايا في حياتي مع رامز جلال، مع اني انا طلعت معاه كتير، بتاع الكرسي. لا 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 لا، انا بجد ده يعني انا فعلا يعني انا حسيت ان ده اخر يوم في عمري، مع ان هو مفيش حاجه، هو مش عايزه افتكر التجربه دي. اما اشوفك بس يا رامز، مش هقدر اقول قدام الكاميرا ولا ورا الكاميرا. ممكن اقول لك ورا الكاميرا. قدام الكاميرا للجمهور. لا مفاجأة. مش هقول. مش هقول. انا عارف ان دي كانت لا، ولغاية دلوقتي انا لسه كان بيكلمني من شوية وانا جوه. ممكن او ممكن لا. لا، لو هيأثر على ولادي. لو فعلا الشخص ده هيكون مناسب ان ولادي ما يبقوش متضايقين وفعلا يعني يستحق انه يكون يعني موجود في حياتنا، ممكن اوافق. لا لا لا، هتجيب لي عريس ولا ايه؟